مرحبا طلابي, how are you? كيف حالكم؟ أنتم بخير؟ Today I'm going to teach you how to make Arabian green salad. Let's go. Thank you. مرحبا dear students. أولا سنبدأ مع المكونات. المكونات. As you can see here, we are going to start with المكونات. أولا خل. خل. بعد ذلك ملح ملح كمون كمون زيت زيتون زيت زيتون طماطم خيار جزر جزر خس خس ليمون بقدونس بقدونس الآن The instructions. نقطع المكونات إلى قطع صغيرة. As you can see here, please don't try that at home. It's better to let somebody else to cut the ingredients. نقطع المكونات إلى قطع صغيرة. أولا الجزر already cut it بعد ذلك الخيار بعد ذلك الطماطم والخس والبقدونس بعد ذلك secondly نضع المكونات في وعاء كبير نضع المكونات في وعاء كبير ثالثا نعصر الليمون في كوب نعصر الليمون في كوب نضع ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة كمون ملعقة كبيرة خل وزيت الزيتون نمزج الصلصة والسلطة and now our green salad is ready.